ما يسمى بالمصطلح المسكوك، يعني تعبير يعني له دلالة اصطلاحية لا يقصد به الظاهر إطلاقا. وإليكم بعض الأحاديث في هذا مما هي من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام ومما كانت تستعمله العرب قبله. في حديثه عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا حديث معروف مشهور صحيح بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أقلت الغبراء، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام الأرض، كنا عن الأرض بالغبراء، وهذه صفة، صفة تأنيث فعلا. وكنا عن السماء بالخضراء، مع أن السماء ليست خضراء، هي زرقاء، والأرض ليست جميعها غبراء، بل منها الحجراء أيضا ومنها الميهاء، وأغلب الأرض ميهاء. فلما قال الغبراء؟ يعني يقولون هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب بيئة النبي عليه الصلاة والسلام غبار غبراء، واستعمل اللفظ الذي استعمله العرب، والعرب كانوا يسكنون بيئة غبراء، فسموا كل الأرض غبراء، وقال ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. أما الخضرة في السماء فمعروف في ثقافة العرب، في ثقافتهم، أنهم كانوا يتشاءمون من اللون الأزرق، ومعروف هذا في كتاب الله وفي شعر العربي، ومفهوم مشهور شعر امرئ القيس: أتوعدني والمشرفي مضاجعي، ومستنة زرق كأنياب أغوالي. يهدد خصما له، يعني يقول له: أتهددني أتوعدني والمشرفي مضاجعي. المشرفي كناية عن أو اسم من أسماء السيف، مضاجع ينام معي دائما سيفي، ومستنة وهي الرماح المسنونة ماضية، ومستنة قال زرق. ومعروف أن الحديد إذا استنى لا يكون أزرق بل يكون أبيض إلى فضي اللون. فلماذا قال زرق؟ زرق للتخويف، فهكذا كان عند العرب الأزرق يساوي الموت. ويعني فإذا ووصف الله جل وعلا يعني المجرمين يوم القيامة بكونهم زرقاء، فهذه الزرقاء يعني هل يكون الإنسان أزرق اللون يوم القيامة عن الكافر؟ طبعا ليس هذا المقصود، وإن من شدة الخوف نعوذ بالله والهلع الذي يقع عليهم، يعني موتى وما هم بموتى، يعني هذا نوع من الزرقاء، يعني شكلهم ومنظرهم يخيف. فإذا يعني العرب تستعمل ألفاظا لا تقصد بها الظاهر الحرفي، وإنما تقصد بها دلالات مسكوكة. والتراب استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث في التراب في وصف الأرض لا لقصد التراب من حيث الاصطلاح الخاص، وإنما هذا اصطلاح يعني مما خرج مخرج الغالب، لأن غالب البيئة العربية تراب. فلذلك إذا يعني التراب وجه الأرض، يعني إذا أردنا أن ندقق الآن التعريف اللغوي، التراب من ناحية التعريف اللغوي معروف هو التراب، يعني الغبار الذي يؤخذ من وجه الأرض، لكن التعريف الاصطلاحي هنا للتراب وجه الأرض كيفما كان، حجرا كان أو عشبا أو ربما ثلجا. يعني إذا كنت في منطقة ثلجية آلاف الكيلومترات كلها ثلج، أريد أن أتيمم، لا بد أن أحصل على التراب. الوقت الذي يعني سأذهب لآتي بالتراب، آتي بالماء، لما آتي بالتراب؟ فلذلك إذا قلت يعني سوء فهم المصطلح عموما مشكلة، وسوء فهم المصطلح الديني أشكل وأخطر، لأنه سيؤدي إلى التكفير وإلى التجريح وإلى مصائب كبرى لا تنتهي. لذلك يعني وجدت أهمية دراسة مصطلحات بديع الزمان النورسي، نظرا لأنه مصطلح ديني في نهاية المطاف، ولأن سوء فهم بديع الزمان سيؤدي إما إلى أحد أمرين: إما إلى سوء فهمه هو وإلصاق بعض التهم به رحمه الله، وهذا قد وقع فعلا، يعني بعض القراءات العربية لكلية رسائل النور تتهم بديع الزمان النورسي، وبالقطع كثير من هذه الاتهامات راجع إلى سوء الفهم الذي يعني تمت به قراءة رسائل النور. بعضهم اتهمه بأنه يقول بوحدة الوجود بالمعنى الذي قال بها ابن العربي، وهذه مشكلات يعني وقعت يعني في الندوة السابقة التي كانت قبل أيام هنا بإسطنبول، يعني ما مقصود بوحدة الوجود ووحدة الشهود وكذا، مشكلات كبرى ترجع أساسا إلى سوء فهم المصطلح لدى بديع الزمان النورسي. وبديع الزمان النورسي فعلا استعمل المصطلحات الصوفية كثيرا، لكن في كثير من الأحيان بدلالات جديدة تتعلق به هو، يعني المصطلح من حيث اللفظ كان عند الأقدمين، كان عند ابن عربي وكان عند الغزالي وكان عند الحارث بن أسد المحاسبي، اللفظ استعمل قديم، لكن يعني بديع الزمان يعني أدخل فيه معنى جديدا آخر. فإذا هذه المشكلة الأولى. المشكلة الأولى قلت يعني سوء الفهم عن بديع الزمان وسوء الحكم عليه هو نفسه. الأمر الثاني أنه قد يؤدي لا سمح الله، يعني في بلاد أخرى، طبعا الحمد لله البلاد التركية آمنة من هذا لأنها تقرأ رسائل النور بأصلها التركي، قد يؤدي إلى إنتاج جيل،
يفهم كليات رسائل النور بفهم آخر، ويؤدي إلى إنشاء مدرسة جديدة تزعم الانتساب لبديع الزمان لكنها تأتي بغرائب لم يقل بها بديع الزمان. وهذا حدث في العالم العربي، حدث في العالم العربي بالنسبة لبعض كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله. سيد قطب رحمه الله بما هو يعني رجل أديب يعبر بأسلوب يعني مشرق عالي جدا، فهم بفهم سيء في بعض الأحيان فأنتج جيلا يعني يكفر الناس. وبالقطع سيد قطب رحمه الله ما كان يقصد هذا أبدا، وما كان يكفر الناس، ويعني استعملت بعض الألفاظ الذي استعملها هو بدلالة بغير الدلالة التي قصدها كمصطلح الجاهلية وغير ذلك، ومصطلح الحاكمية أيضا، ومصطلح يعني المجتمع، كثير من الاصطلاحات أدت إلى مشكلات. فهذا حدث أن أنتج أجيالا من الذين يعني يسمون بالقطبيين، يعني لو كان سيد قطب رحمه الله حيا لتبرأ منهم، ولو يعني رأوه لقتلوه، هو أول من يقتلون. يعني هذا حدث يعني كالخوارج قديما، الخوارج يعني كانوا في الأصل مع علي بن أبي طالب، بيعوه ثم قتلوه في نهاية المطاف بما بسوء الفهم الذي يتعلق بتلقي الألفاظ القرآنية. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم في الحديث المشهور يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم، يعني من حيث الإدراك ومن حيث الفهم، يعني الحلقوم يعني طبعا هو آلة للبلع وليس للفهم، ولكن هذه كناية تدل على أنه يبقى في الفهم. فإذن الخلاصة إذن أنه بديع الزمن فعلا، أو أقول كلية رسائل النور، وجدت أنها فعلا في حاجة إلى دراسة المصطلحات على الأقل لنا نحن في العالم العربي لنفهم الدلالات بالضبط التي يقصدها بديع الزمن النورسي. الشيء الذي فاجأني عند بديع الزمان حقيقة هو أنه فعلا معجما خاصا به، وهذا يدل على عبقرية خاصة. معروف يعني هذا معروف في الأدب وفي كثير من الدراسات الأدبية المعاصرة، مثلا معروف الآن شكسبير عندهم في الإنجليز عنده لغة خاصة به مما يدل على عبقريته. ويعني مقياس العلم أو مقياس الخطاب العلمي يمكن أن نرجع فيه إلى طبيعة المصطلحات التي يستعملها المتكلم أو الكاتب أو الأديب أو العالم. فإذا كانت أولا الخطاب، هل فيه مصطلحات أم ليس فيه مصطلحات؟ إذا كان يتكلم أو يكتب كثيرا، نجد مثلا في الكتابات يعني في كثير من العلماء يعني يكتبون كتابات دعوية عامة، يعني كلام كثير لكن يعني المادة المصطلحية فيه نادرة أو منعدمة، فهذا لا يمكن أن يسمى أنا إذن علما. ممكن أن يكون خواطر، ممكن قصص، شعر، كتابة نثرية، سمي ما شئت إلا أن تسميه علما، لأن العلم يستحيل أن يكون بغير اصطلاح. العلم يبدأ أول ما يبدأ بالمصطلح، ثم يتركب على المصطلح القواعد، ثم يتركب على القواعد المناهج، هذا العلم. ويمكن أن تقيس هذا لسائر العلوم، مثلا في الرياضيات يعني لا يمكن أن يكون يعني الرياضيات بغير المصطلحات، يعني كلها رموز، الرموز مصطلحات، كلها قواعد، كلها مناهج. الفيزياء لو أخذت الفيزياء لو أخذت ما شئت من العلوم وخرجت مصطلحاتها، الطب لو أخذت المصطلحات يعني المعجم المصطلح الطبي أخرجته ماذا سيبقى؟ لا شيء، تبقى أدوات الرد، يستوي وسائر الكلام أنا إذن. فإذن وجود المصطلح يدل على وجود العلم أولا، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى حينما يوجد المصطلح، هل داخل هذا المصطلح اصطلاح خاص بهذا المؤلف؟ إذا كان هناك اصطلاح خاص بهذا المؤلف فهذا يدل على عبقرية خاصة وعلى تميز خاص وعلى تجديد في العلم، لا يكون مقلدا. لأن حينما أتكلم الآن بالمصطلح الفقهي القديم فمعنى أني أتكلم بالعلم لكني مقلد في العلم ولست إماما في العلم، لست مجددا. لكن حينما يتكلم شيخ بمصطلحات في علم معين، في الفقه مثلا أو في الأصول أو في الفلسفة أو في التصوف، لكن زيادة على المعجم المصطلح القديم يستعمل مصطلحات جديدة، إما من حيث الألفاظ يعني من حيث الألفاظ لم تكن، أو من حيث المفهوم يعني أن اللفظ أو الألفاظ التي يستعملها كانت لكن الدلالات عنده جديدة، فهذا يدل على تجديد بالقطع، ويدل على عبقرية، ويدل على استئناف حركة علمية. بديع الزمان بالتأكيد من هذا القبيل، لأني وجدت عنده مصطلحات كنت أعتقد في بداية الأمر أنها من المصطلح الصوفي. لما؟ ببساطة لأن المتصوفة الأقدمين استعملوها، لكن بعد قراءة النصوص وإعادة قراءتها والقيام بهذا المنهج الإحصائي لللفظ في كليات رسائل النور، وجدت أن بعض المصطلحات استعملها بديع الزمان، يعني إما من حيث لفظها لأول مرة، وإما من حيث معناها مفهومها لأول مرة. وهذا يدل إذن على عبقرية وعلى جديد، ثم يؤكد الحاجة إلى دراسة بديع الزمان من ناحية المصطلحية.
لتقديم معجمه أي لتقديم لغته للناس، الذي يريد أن يفهم بديع الزمان ولا يجور عليه في الحكم ولا يظلمه ولا يظلم مدرسته، لابد وأن يأخذ لغته على هذا الميزان. فإذا تحدث عن المعنى الاسمي فبهذا المعنى، وإذا تحدث بمصطلح المعنى الحرفي فبهذا المعنى، وإذا تحدث عن الإنسان فبهذا المعنى، وإذا تحدث عن الأسماء وإلى آخره. لا، الإنسان مثلا عند أصحاب وحدة الوجود هو تجلي لله جل وعلا، وهذا صعب جدا، خطير هذا المعنى. لكنه عند والتعابير تتشابه، التعابير متقاربة جدا بين بديع الزمان وبين الذين يقولون بوحدة الوجود، لكن هو يستعمل الإنسان يعني بمعنى آخر تماما، يعني بمعنى العبدية وبمعنى كونه منعكسا لأسماء الله الحسنى. ويعني جعل شيء عجيب جدا ما وجدته في حقيقة الأمر عند غيره، جعل الكمال الذي كان عند المتصوفة الأقدمين، الكمال الإنساني، الكمال الإنساني أدى ببعضهم إلى منزلق خطير وهو القول برفع التكاليف. الإنسان إذا كمل فرفعت عنه التكاليف، انتهى، وصل إلى مرحلة الكمال المطلق، يعني إلى درجة من الألوهية، صرحوا بذلك أم يصرحوا. بديع الزمان معروف هذا عندكم قطعا، يجعل كمال الإنسان في نقصه ويجعل قوته في ضعفه، هذا شيء عجيب جدا. وما أروع ذلك المثال الذي استعمله حينما وصفه بأنه كالثمرة، والثمرة تكون خلاصة الشجرة. نعم، الإنسان هو خلاصة الكون، خلاصة شجرة الكون كما عبر، ولكن الثمرة تكون هي أضعف ما في الشجرة، ويعني أكثرها قربا من الفساد ومن التغير، ولذلك فهو في ضعفه وفي كماله وفي نقصه وفي قوته في حاجة إلى الله جل وعلا. ولذلك حينما كان أكمل العابدين، كيف يعني يكون الإنسان أكمل من الملائكة؟ هذا من ناحية تصوري صعب. فحينما أذكر هذا في بعض المواعظ للناس يعني لا يقبلونه، كيف الإنسان أفضل من الملائكة؟ ما ممكن. حتى ولو ذكرت الآية يعني وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، يعني يقول هذا لآدم، أما يعني إنسان يكون أفضل من الملائكة هذا لا يقبل عقلا طبعا لا يقبل، عقلا لا يقبل، لأن الملك لا يخطئ، معصوم، بينما الإنسان كله أخطاء. فإذا بديع الزمان يدخل إلى هذا الباب من ناحية أخرى عجيبة جدا، وذلك أن يعني الإنسان كماله وأفضليته على الملائكة تنطلق أساسا من هذا الضعف ومن هذا النقص، لأن الذي الأكمل ما هو؟ الأكمل هو الذي تعلم الأسماء كلها وهي لجمال فعلا ما فسر به بديع الزمان هذا المعنى، يعني كيف أن هذه الأسماء لا تتعلق فقط بالتعلم من ناحية يعني التلقينية كما فهمه كثير من الناس، ولكن يعني هذه الأسماء التي هي يعني منبعثة عن أسماء الله الحسنى الشاملة المحيطة، يعني الذي يدركها ذوقا، يدركها ذوقا ويعني تدخل في كيانه وإحساسه، إنما هو الإنسان. والملائكة كثير من الأسماء عقلا أيضا لا تستطيع أن تدركها. وإليك المثال، مثلا اسم الله الشافي لا تعرفه الملائكة، تعرفه ذهنا لكن لا يتصور عقلا أنها تتذوقه، لأن الذي يعرف اسم الله الشافي إنما هو المريض، والذي يعرف اسم الله الرزاق إنما هو الجائع، والذي يعني يعرف اسم الله السلام مثلا إنما هو الإنسان الذي يشعر بالخوف. والإنسان تعتريه هذه الأحوال، يجوع ويعرى ويخاف ويشقى وتقع عليه كل المشاكل من النواقص، هذه نواقص، فيلتجئ إلى كمال الله ويسأله بأسمائه الحسنى هذه، ويكون الإنسان بهذا أكمل من الملائكة في العبادة، لأن الإنسان أحوج من الملائكة. وطبعا إذا كان أحوج من الملائكة فهو أحوج من سائر الكائنات، لأن الملائكة يعني أرقى درجة في خلق الله جل وعلا، فهو أحوج إلى الله جل وعلا وأكثر تعبيرا من سائر الخلق عن معاني الحاجة إلى الله جل وعلا. وهذا تؤيده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، يعني من بين ذلك حديث العضل بالملكين، يعني هذا العبد الذي قال حمد الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الملكان يعني الذين الملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات أو يصعدان بالأخبار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث قال فأعضلت بالملكين أن يكتباها،
يعني العدل هو يعني شيء يعني صعب، يعني ما استطاع الملك أن يكتب ولا كيف يصنف هذه الحسنة، يعني أنه حمد الله بما حمده، حمده بصفاته جل وعلا المتعلقة بذاته، ومن ذا يستطيع أن يدرك ولا أن يحيط بصفات الله وبجلاله وبعظمته؟ فالملائكة لا تستطيع هذا، والعبد صرح بهذا التصريح الذي أفزع الملائكة، أفزعها، فلم تستطيع أن تكتب شيئا، وشكي ذلك إلى الله جل وعلا، فقال أكتبها كما قال عبدي، فهذه بيني وبين عبدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حكايتي عن ربي.